لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في لقاءات كأس العرب تحت 20 سنة، المباراة التي تقام في المجموعة الخامسة تحديدا في الجولة الأولى. المباراة تقام بين منتخبي تونس ومنتخب مملكة البحرين. محمد الضاوي يحاول المرور، نقلها لمصلحة المنتخب التونسي عند محمد عبيد، وكرة محمد عزيز عبيد إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى لمصلحة المنتخب البحريني. هذه الكرة الماضية والمحاولة الآن عند سعد عبد الله لاعب المنتخب البحريني، لعب الكرة أرضية سعد ولكن كرة مقطوعة. يشوف الكرة محمد عبيد لعبها، عادت إلى عبيد، عبيد يخترق ينطلق، ولكن المساعد الثاني في اللقطة الماضية الحكم أشرف بوزبيدة يرفع الراية في اللقطة الرابعة، انتهت بفوز الكرة الآن انطلاقة لمصلحة المنتخب التونسي، ولكن تصل الكرة عند محمد جعفر. مصر وعمان المباراة انتهت بفوز المنتخب. النتيجة ما زالت 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البحريني في هذه المباراة القوية التي يسعى فيها كل منتخب لتحقيق الفوز وتحقيق الانتصار. كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة. النتيجة ما زالت 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البحريني. تنفيذ الركنية، محمد الضاوي إبعاد الكرة للركنية. المراوغة محمد عزيز ما زالت الفرصة، إمكانية التسديد، لكن التدخل، حكم المباراة يعلن عن خطأ لفائدة منتخب البحرين. بأفضل المستويات هنا فرصة لفائدة منتخب التونسي، تسديدة بعيدة كل البعد. يواصل تضييع الفرص ويواصل تضييع المحاولات. الممكن في هذه المباراة بإمكان البحرينيين أن يفوزوا بالمباراة. هنا كانت التمريرة لكن ما كانش تسديد، محاولة في منطقة الجزاء لكن التدخل. حكم المباراة يعلن عن خطأ لفائدة المنتخب البحريني. قلت يوم أمس كان منتخب مصر. هنا التسديد بقوة، واحدة من أبرز فرص منتخب البحرين في هذا الشوط على المنتخب العماني بهدف مقابل لا شيء. هنا التسديد، تسديدة خارج الملعب، ركلة مرمى، كانت تسديدة بدون حاولة جديدة، فرصة جديدة. حكم المباراة يعلن عن خطأ الأردني، يعلن عن خطأ لفائدة المنتخب البحريني. يستعد هاشم، ينفذ الخطأ دائما لفائدة منتخب البحرين. خطأ من جديد، خطأ مرة أخرى لفائدة المنفيد. سيسدد مباشرة، نعم، بين يدي حارس المرمى الذي كان للمنتخب التونسي. يحاولون يبحثون محمد الضاوي في منطقة الجزاء، كان متسللا محمد الضاوي في اللقطة الماضية. كرة في وسط الملعب، تعود التسديد، تسديدة بالقدم اليسرى محادية للقائم الأول. سيدات والسادة المشاهدين، مشاهدي قناة الرياضية، بأن هذه البطولة أول نسخة منها كانت قد نظمت، 8 من بطولة كأس العرب. هنا كانت فرصة، كان البحث عن الضربة الرأسية. آخر الفرص، آخر دقيقة، آخر المحاولات. كرة في منطقة الجزاء، التسديد والهدف الأول. جول، ما دخلت، نعم، هدف لفائدة المنتخب التونسي. جول. الهدف الأول في الدقيقة 45، ينجح المنتخب التونسي في تسجيل الهدف الأول عن طريق
اللاعب يوسف سنانة بشكل ممتاز. ينجح المنتخب التونسي في اقتناص الهدف الأول، اقتناص الجول الأول في هذه المباراة. قبل كانت فرصة لفائدة منتخب البحرين لكنها ضاعت. قلت النسخة الأولى من البطولة، بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20، النسخة الثالثة نظمت بالعراق في سنة 1989. البطل آنذاك كان هو المنتخب الوطني المغربي الذي فاز بتلك النسخة، نسخة العراق في سنة 1989، نسخة من كأس العرب. هنا فرصة لفائدة المنتخب التونسي، خروج حارس المرمى، خروج حارس المرمى في المكان المناسب في هذه البطولة. كان الفوز باللقب في سنة 2012 في النسخة التي كانت قد نظمت بالمملكة الأردنية الهاشمية. عن تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، فرصة في منطقة الجزاء يتدخل المدافع، فرصة كانت سانحة للتسجيل بالنسبة للمنتخب التونسي في منطقة الجزاء، تدخل مدافع منتخب البحرين في الوقت المناسب. تنفذ الركنية، ضربة رأسية والهدف الثاني، جول 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 جول. الهدف الثاني، الهدف الثاني في دقيقة 62. ينجح المنتخب التونسي عن طريق محمد وائل الدربالي في تسجيل الهدف الثاني، تصبح النتيجة هدفين مقابل شيء. محمد على المنتخب التونسي في الدقائق الأخيرة، ستكون خمس دقائق طويلة على المنتخب التونسي. جول 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 جول. المنتخب التونسي هو من يسجل وهو من يصل إلى شباك. عبيد يسجل في الدقيقة 86 لفائدة المنتخب التونسي. عبد الله الحربي في التحليل، نقول لكم اهلا وسهلا لكم لمباراه القمه الليله. 32 صعب يرجع الكره للخلف. ويستمر التمرير. ممكن يسجلها. سيكون ممتاز لو يوزع. كرة تمشي باتجاه الحارس. تسديدة من بعيد. كرة بعيدة.